vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je vais faire la mayonnaise maison à la tariqa diali. Hadou huma les maqadir li ghadi nhtajo. Zit, ma ghadish nqol lkom chhal l'abar ala hisab li quantité dial la mayonnaise li bghitou. Hna عندنا نص كاس ديال الحليب, ربع كاس ديال الخل, معلقه صغيره تاع الملح. هنا كاينه الثومه والربيع, انا كنس من المايونيز بالثومه والربيع, بيضه, فرماجه, معلقه كبيره ديال دانون مسوس ناتور. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. البنات هذه هي لا مايونيز ديالنا كتكون بحال هكا. انا درت هذه القرعه كامله ديال الزيت خويتها كامله حقاش بغيت كونتيتي كبيره. الا كنتو نتوما باغيين غير قل منها كاع ديك المقادير اللي درنا تنقصوا منه, ما ديروش نفس العبار اللي درت انايا باش تجيكم اقل قل من هذه القرعه. انا ديما كندير هذه العبار على قد هذه القرعه. فوالا البنات, الى عجبكم الفيديو والوصفه ديال اليوم ما تنساوش دعموني بالاشتراك ديالكم في القناه ديالي. شكرا.